السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نطبقوا على موضوع، وهو وين تدخل كي تفوز لكم رسالة ان سو بيريفيريك نو ريكوني بيريفيريك يو اس بي نو ريكوني سو ويندوز، اي جهاز ويندوز لم يتعرف على الاجهزة اللي يكون باليو اس بي كاليو اس بي او الديسك دور اكسترن، اي اجهزة تعمل باليو اس بي ما غاش يتعرف عليها ويندوز. هذا المشكل اللي غادي نحلوه ببعض الخطوات البسيطه. قبل ذلك ما تنسوش اشتراك في القناه، لي لايك والتعليقات والبارتاج من فضلكم، وكذلك ما تنسوش باللي تتبعوا كاع الفيديو باش تشوفوا خطوه بخطوه، ان شاء الله تكون الحل في الخطوه بل تكون الخطوه في الحل في الخطوه الاخيره ان شاء الله على بركه الله. بسم الله. الخطوه الاولى هو عندما تقوم بادخال الكليو اس بي في الحاسوب ولم يتعرف عليه الويندوز، قوموا خطوه بسيطه ما يسبب لكم تقولوا كيفاش منا، قوموا بتغيير المنفذ يو اس بي. لماذا؟ لان بعض الاحيان يكون المنفذ هذا لا يعمل، كورومبي او فيه مشكل، قوموا بالتغيير. واذا قمت بهذه وما عملش، الخطوه التاليه وهي روديماراج دو ويندوز. ديرو تقوموا بروديماراج ويندوز. كي ديروا روديماراج اش غادي يوقع؟ غادي يوقع بعض الاحيان يكونوا التحديثات يكونوا اون اتونت، يقارعوا. كي ديروا روديماراج يقوم بالويندوز بتثبيتهم في السيستم تاعها، وهكذا نسيو الاجهزه يو اس بي، اما المفتاح يو اس بي او قرص الضغط او اي حاجه تعمل باليو اس بي نسيوها. ولا ما عملش نروحوا للخطوه الاخرى وهي نقوموا بالريشيرش دي ميزاجور. ريشيرش دي ميزاجور نضغطوا نكتبوا هنا ريشيرش دي ميزاجور، يخرج لنا هذه النافذه تاع ويندوز ابديت. ويندوز ابديت هذه نقوموا بالضغط على هذه النافذه الصغيره هذه الرماديه ريشيرش دي ميزاجور. كي نضغطوا عليها ويندوز غادي يحوس على الميزاجور اللي كاينين في الانترنت تاع اما ماتيريال او بيلوت يكون كاين ميزاجور. بعض الاحيان كي يكون ميزاجور قديمه وما كاينش ما يعملش المنفذ يو اس بي، قوموا بالميزاجور. كي يكمل كل التحديثات تاع ويندوز قوموا نغلقوا، ثم نذهب الى روديماراج. كي نصيحه كي ديروا ميزاجو تاع ابليكاسيون ولا حاجه ديروا كذلك ريديماراج باش يثبت التحديثات في السيستم. ومن بعد كي ديروا ريديماراج شوفوا نسيو ندخلوا الاجهزه يو اس بي. لا ما عملتش نروحوا الخطوه الاخرى. ان شاء الله هذه الخطوات الاولى يكونوا عملوا، بعض الاحيان ما يعملوش. نروحوا الخطوه الاخرى وهي نكتبوا هنا ريجاس نديروا ويندوز، نضغط على ويندوز ار تخرج لنا هذه اكزيكوتيف، هذه النافذه اكزيكوتيف. اش غادي نديرو؟ غادي نكتبو ام اس دي تي بوان اكزي اسباس اي دي اسباس ديفاس دياغنوستيك. هذه الخاصيه غادي تبحث على المشاكل اللي موجودين في الويندوز. هي شويه ثقيله هنا، هاي النافذه خرجت لنا سويفون. هنا يبحث على المشاكل تكون في الماتيريال او لي بيريفيري، كاع يعني المشاكل اللي موجودين شوية تأخذ بعض الوقت. هنا نضغط على كنترول بي سي هنايا تاني Vérification du statut du périphérique et modification matérielle, analyse des modifications matérielles. هنا ما بقاش مشكلة، لا كانت عندكم نتوما في الويندوز تاعكم مشكلة، اش ديرو؟ تضغطوا على بحث عن الحلول، ريزود لو بروبليم، وتكملوا خطوات سهلة وتكملوا. ومن بعد كي تكملوا الخطوات اللي يطلب لك هذه النافذه ماتيريال بي دي في ريزولد لي بروبليم،
نعاودو نقومو بالريديماراج، ريديماراج تاع الويندوز، وان شاء الله تكون تسيو تعاودوا تدخلوا اجهزه يو اس بي، كلي يو اس بي او ديسك دي اس تان وتشوفوا. لا عملت تبارك الله، لا ما عملت روحوا الخطوه الاخرى، روحوا الخطوه خطوه جديده وهي جونا عند ديماري نضغطوا على بالماوس على اليمين نروحوا جيستيون دو بيريفيريك. هنا ندخل لنا نافذه تاع لي بيريفيريك تاعنا، نروحوا نضغطوا على ليكتور دو ديسك، نضغطوا عليه سوف نديرو تجربة وهي إدخال مفتاح USB. أنا غادي ندخل مفتاح USB في المنفذ، هنا تعرف عليه، هنا الويندوز تعرف عليه، أنا ما عنديش مشكلة. انتوما لا ما تعرفش عليه شديرو تضغطوا عليه، هذا اللي يكتب لك هنا نورو كونيسي ويندوز، تضغطوا عليه يمين الفأرة ودير ديزانستالي. ديزانستالي من بعد كي ديزانستالو تدلعوا كلي اس بي، خلوها بعض اللحظات ثم تعودوا قوموا بالادخال. الناس غادي يدير ويندوز غادي يعاود يتعرف على ال بور يو اس بي و يعاود يتعرف عليه، ويندوز تعرف على لاكلي يو اس بي او ديسك يو اس بي. لا هذه الخطوه ما تمشاتش عاودوا سيو ندخلوا يو اس بي ونشوفوا، لا ما تمشاتش نروحوا الخطوه الاخرى وهي توجور عند ديماري ضغط اليمين الفاره جيستيون دي بيريفيريك، نقومو نضغطوا على كونترولر دو بيس يو اس بي، يخرجوا لنا هادو كاع لي بور يو اس بي اللي عندنا، نضغطوا على الاولى ضغط على اليمين فأرة نديرو مات ازور. حنا هنا غادي نديرو لي ميز ازور تاع كاع لي بيلوت اللي عندنا في الكونترولور دو بيس يو اس بي، ريشارج اوتوماتيك دي ميز ازور. هنا يكتب لي ويندوز انا بيريفي تاعي، ويندوز ا ديتيرميني كو لو ميور بيلوت بور سيت اباري اي ديجا انستالي. صحيح الحمد لله انا عندي ميور بيلوت، تحديث اخر اللي عندي راه انستالي الحمد لله. روحوا خطوة بخطوة كاع نديرو لهم هاد الطريقة، نضغطو ميت أجور ريسيرش سي بون، واحد بواحد نروحو ميت أجور سي بون. أوكي هنا ديروهم كاع، من بعد شديرو تغلقو وديرو رو ديماراج. كي ديرو لي ميزاجور تاع لي بيلوت هادو تاع لي بور يو اس بي ديرو ريديماراج. كي دير ريديماراج تعاودو تسيو لاكلي يو اس بي، لا تعرف عليها تبارك الله، لا ما تعرفش عليها روحو الخطوة الأخرى وهي كذلك تجور ريديماراج ضغط على اليمين جيستيون بيريفيريك، نضغطو على كونترول يو اس بي ونجو هنا عند يو اس بي اب، نضغطو عليها على اليمين فأرة بروبريتي. نشوف هنا عن جيسون دو لاليمونتاسيون، تبقى هنايا مكوشية هادي ضاغطين عليها، ديكوشوها وديرو اوكي. علاش هادي سي اوتوريز لورديناتور اغ ايتاند سو بيريفيك بو ايكونوميز لينرجي. بعض الاحيان لكي يقلص الكونسوماسيون تاع لينرجي ما يخليش لو بو يو اس بي ما يتعرفش عليه الويندوز. علاش نديرو ديكوشو هاد هادي لاكاز اللي عندها مشكله، اللي ما عندهاش مشكله كيما انا ما نغاش نخليها. اوكي نبلعو نغلقو هاد النافذه ونعاود نجربو، لا ما تمشاش ان شاء الله الخطوات الاخرى كل واحد والمشكل ديالو. كاين اللي حلت في المشكل الاول في الخطوه الاولى والثانيه، كاين اللي تقعد تبرسيستي هاد المشكله. شنديرو هذه خطوه شويه صعيبه ما نتمناش ديروها اللي عندهم لي كلافي ولي سوري اكستن، يعني بيخدموا يعملوا بالاجهزه بي اس بي، ننصحهم ما يديروهاش. حنا هنايا غادي نديروها
غير اللي عندهم بي سي بورتاب ولا بي سي بورتاب لابتوب. شنديرو؟ غادي نديزانستالو لي بيلوت، ضغط على اليمين تاع ديماري، روحو كالعادة جيستيون دو بيريفيريك، ونروحو هنا كونترولور دو بيش اس بي، نضغطو على كل واحد، نديرو ديزانستالي لاباري، عاود روحو زاوج ديزانستالي لاباري كاع حتى لهنايا، كاع نديزانستالوهم، نبلعو النافذة ونقومو بالروديماراج تاع الويندوز. شنو غادي يدير من بعد ويندوز في الروديماراج؟ غادي يعاود يانستالي كاع لي بيلوت لي قلني لي ديزانستاليناهم لي قلني لي حدثناهم من الويندوز. وهذه قلت لكم باللي تفاداوها اللي عندهم الكلافي ولا لاسوري الماوس اكسترن، يعني تعمل باليو اس بي. نتمنى هذه الخطوات تفادوكم باش تحلوا المشكله تاعكم تاع بيريفيريك يو اس بي نور كونيسيو ويندوز. نشكركم على مشاهده الفيديو، وشاركونا في القناه، بارك الله فيكم.